هو جدا 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 جدا. شكرا لكل الناس اللي حضور، وانا مبسوط ان انا موجود معاكم. والانرجي اخبارها ايه يا جماعه؟ اللي احنا فيه ده مش اغنيه صح؟ بنشوف يا جماعه كتير ناس عندها مهارات عاليه جدا. انت تعرف في دايره معارفك ناس عندها مهارات عاليه، وعلى الرغم من ذلك هم مش ناجحين او مش اغنياء قوي. بتشوف ناس متعلمين تعليم عالي جدا، وعلى الرغم من ذلك برضه هم مش اغنياء قوي. بتشوف ناس عندهم مواصفات كتيره مميزه، وعلى الرغم يا جماعه من كده المواصفات دي مش هي اللي بتخليهم يغيروا حياتهم، مش هي اللي بتخليهم يبقوا اغنياء او يبقوا مليونيرز او وات ايفر. خليني اقول لك ان الحاجه اللي في الزمن ده والزمن اللي قبله والزمن اللي قبله ان صاء يا جماعه هي اللي بتخلي الناس تعمل فلوس كتير، هو فكره انك تكون مواكب للعصر اللي انت موجود فيه. الموضوع يا جماعه هو موضوع ايه؟ موضوع مواكبه العصر. ان انا النهارده اكون بواكب الزمن اللي انا موجود فيه، اشوف الزمن اللي انا موجود فيه ده ايه افضل حاجه انا ممكن اعملها، وهي دي الحاجه اللي انا اعملها. مشكلتنا يا جماعه ان احنا احيانا بنبقى ما زلنا متمسكين بحاجات كانت موجوده في الازمنه السابقه ولسه مكملين فيها ومصرين ان احنا نكمل فيها، وده للاسف بيخلينا نضيع المهارات اللي عندنا او التعليم اللي عندنا او الخبره اللي عندنا للاسف في حاجه ما بتكونش مواكبه للعصر ده. خليني اقول لك كده الموضوع باختصار شديد او في السريع، اللي هو ياكل ويشرب. في الزمن ده يا جماعه كانت ايه افضل شغلانه مواكبه للعصر؟ الصيد. الصيد. الصيد يا جماعه كانت اكتر شغلانه مواكبه للعصر. يعني لو انت او انا عايشين في الزمن ده كان زماننا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ مهارات الصيد، كيفيه مطارده الارانب مثلا، كيفية مثلا عمل كماين للغزلان والبعيز. واقعيا كان ده هيبقى المستوى الحوار بتاعنا، ودي اكتر حاجة مواجهة الزمن ده. ولكن يا جماعة الدنيا يا جماعة ما تفضلش على حالها، الدنيا بتتطور. الصيد ما كملش معانا كتير لانه كان عنده مشاكل، شغلانة خطرة، شغلانة بتعتمد على فكرة انك انت كل يوم تاكل الاكل بتاعك اليوم بيومه، فما كملش معانا الصيد يا جماعة بالايه؟ بالاتجاه ده. طب حلو، البني ادم يا جماعه بدا ان هو يتطور شويه. لما الانسان يا جماعه اتطور شويه بدا ان هو يشتغل في تاني شغلانه اشتغلها البشر في العالم، كان اسمها شغلانه ايه يا جماعه؟ الزراعه. لا مش الزراعه، الراعي. راعي الاغنام يا جماعه. تاني شغلانه اشتغلها الانسان على وجه الكره الارضيه كان اسمها ايه؟ كان اسمها راعي الاغنام. راعي الاغنام يا جماعه كانت شغلانه بتحل كل المشاكل اللي موجوده في الصيد. يعني ايه؟ يعني بدل ما انا مثلا اروح اصطاد وابقى محتاج ان انا اكل اليوم بيومه واشتغل اليوم بيومه. بس هسالك سؤال يا جماعه، الاضاءه كده احسن ولا الاول كده احسن؟ الاول. ها طيب عايزين نقلل الاضاءه بعد فكره يا جماعه، يعني الاول كانت احسن من كده وبصراحه الطف يعني نزلوا لنا الاضاءه دي بعد اذنك. طيب الانسان بطبيعته بيحب ايه يا جماعه؟ الله يفتح عليكم، الاستقرار. تعلمناها في الدراسات الاجتماعيه واحنا صغيرين. الاستقرار دوت بقى يا جماعه ودانا لشغلانه ثانيه بعد راعي الاغنام، وكانت شغلانه رائعه جدا، الناس حبتها جدا جدا، وكان اسمها شغلانه ايه؟ الزراعه. الزراعه يا جماعه، الزراعه اللي اتبنى عليها اهم واعظم حضارات في العالم. الزراعه يا جماعه اللي اتبنى عليها الحضاره المصريه القديمه وحضارات العراق والهند والصين and so on. في الزمن يا جماعه بتاع الزراعه كانت الناس اللي لسه بتشتغل في الرعي كانوا بيسموهم ناس ايه؟ قديمه. طب الناس اللي بتشتغل في الصيد قديمه جدا جدا. وشغلانه الزراعه كانت جامده جدا. الزراعه يا جماعه عايز اقول لكم ان لما جت لغت كل اللي قبلها، والبني ادمين بقوا بيشتغلوا في الزراعه، وبقت الزراعه يا جماعه هي الحل السحري لكل البشر اللي عايزين يتطوروا للافضل. في الزمن يا جماعه بتاع الزراعه ده كان المستوى المادي والاجتماعي بتاع الناس بيقيم على اساس ايه؟ الرقع الزراعيه اللي بيمتلكوها. اللي عنده فدان غير اللي عنده 10 فدان غير اللي عنده 100 فدان غير اللي عنده ايرادين وهكذا. واقعيا يا جماعه الزراعه كانت مسيطره زمن كبير جدا جدا، وعايز اقول لكم ازمنه كانت احسن اختيار لاي بني ادم نفسه حياته تبقى افضل. صح؟ يعني لو احنا مثلا دلوقتي من 100 سنه فاتت وعاملين ايفنت فور ا بيتر لايف من اجل حياه افضل، كان زماني قاعد بتكلم معاك دلوقتي عن ايه؟ عن ازاي تبقى موظف مثالي، وازاي تبقى منضبط، وازاي انك انت تربط الكرافته بتاعتك عشان المدير بتاعك يبقى شايفك انك انت شخص محنك جدا وكويس جدا، وازاي انك انت تبقى منضبط في مواعيدك في الوظيفه. من 100 سنه يا جماعه كان ده هيبقى نقطه حوار، صح؟ الموظف يا جماعه في وقت من الاوقات في مصر هنا كانوا بيسموه افندي. افندي ده يعني كده تايتل جميل جدا، يعني راجل متعلم، يعني راجل يا جماعه عايز اقول لكم ان
ايه الاحباط ده طيب؟ ماشي، ده دلوقتي، زمان ما كانش كده الوضع. زمان الوضع كان بيبقى غير، تمام؟ الوظيفه يا جماعه كانت في يوم من الايام يا جماعه افضل اختيار لاي بني ادم. بالمناسبه يا جماعه، لو في واحده مثلا من 100 سنه رايح يتقدم لها واحد، الواحد ده موظف، ده كان اسمه عريس نقطه بالنسبه لها، صح؟ عريس نقطه، موظف يعني راجل متعلم، يعني راجل بياخد مرتب كبير، يعني راجل مكانه، وعدد قليل من الفرص. فاللي حصل يا جماعه ان موظفين كتير وفرص قليله، نيجي هنا عند قانون مهم جدا في الدنيا اللي احنا فيها دي، اسمه قانون ايه يا جماعه؟ العرض والطلب. قانون العرض والطلب بيقول لك ايه؟ الحاجه اللي في منها كتير قيمتها ايه؟ قليله. طب والحاجه اللي في منها قليل قيمتها ايه؟ كبير. الله يفتح عليك. فايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه ان بقت الدنيا مختلفه، ان بقى النهارده الموظف ما بيقبضش مبلغ كبير. ليه؟ لان صاحب الشغل عنده بدل البديل 1000. لو انت النهارده عندك شركه واحد موظف مش عاجبك، هتمشيه وهجيب 10 غيره، صح ولا مش صح يا جماعه؟ فللاسف ما بقتش الوظيفه زي زمان. ايام جدي كانت الوظيفه حاجه عظيمه جدا، ايام والدي في بداياته كانت الوظيفه حاجه حلوه جدا، بس تعال نتفرج مع مرور الوقت الدنيا ما بقتش احسن حاجه. طب ايه اللي حصل يا جماعه؟ من حوالي 50 سنه فاتت كده بدا يظهر في مصر بقى هنا الانفتاح الاقتصادي. الانفتاح الاقتصادي بقى غير شويه ملامح الايه؟ المجتمع. الناس اللي عندهم مثلا 50 سنه 60 سنه كده في الرينج ده هيفهموا انا اقصد ايه. الانفتاح الاقتصادي يا جماعه اللي حصل في السبعينيات خلى الناس تعمل ايه؟ انا مش هشتغل في الوظيفه، ده انا هعمل لنفسي مشروع عمل حر. العمل الحر ده ان انا هفتح لنفسي مشروع، محل، بوتيك، سوبر ماركت، واتيفر الموضوع عامل ازاي، وهبدا يا جماعه ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا افتح المشروع بتاعي. بقت الناس يا جماعه ما بتشتغلش بالشهادات بتاعتها، عادي انك تلاقي واحد متخرج من كليه اداب او حقوق او تجاره او طب او واتيفر وبيفتح المشروع الخاص بتاعه، صح؟ كم واحد من دايره معارفك انت النهارده متخرج من كليه معينه وبيشتغل حاجه ملهاش اي علاقه بالتعليم بتاعه؟ تعرف حد كده؟ كتير جدا. ربما تكون انت شخصيا كده، وغالبا انا شخصيا كمان كده، صح؟ ليه يا جماعه ده بيحصل؟ لان الناس بدات تفكر في ان انا ازاي اعمل فلوس، الوظيفه ما بقتش بتاكل عيش من الاخر. طب حلو، المشروع الحر حاجه حلوه ولا وحشه يا جماعه؟ حاجه جميله. حلوه ولا وحشه؟ حلوه. ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان 9 أعشار الرزق في ايه يا جماعه؟ التجاره. فدي حاجه حلوه جدا. طب السؤال بقى هنا بيقول ايه مشكله العمل الحر؟ من الكلام اللي كان حاطه دكتور اسلام بيتكلمه من شويه، ايه مشكله العمل الحر يا جماعه؟ محتاج راس مال كبير. انت محتاج راس مال كبير، وفي نفس الوقت انت عندك مخاطره عاليه. فبقيت انا محتاج فلوس كتير وعندي مخاطره عاليه، محتاج اشتري محل، محتاج اجيب بضاعه، محتاج اوضب المحل، محتاج موظفين، محتاج ادفع ضرايب، محتاج ادفع صيحه موجوده في الشغلانات اللي موجوده في العالم. زي ما كان دكتور اسلام بيتكلم من شويه، الشغل يا جماعه من خلال الانترنت خلق حلول لكل المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. الشغل من خلال الانترنت يا جماعه، عمل ايه الشغل من خلال الانترنت؟ طب بدل ما انا اشتري محل، طب ما انا ممكن اعمل موقع الكتروني. المحل هيكلفني 1,000,000 جنيه، حلو. الموقع الالكتروني هيكلفني 20,000 جنيه. يبقى انا كده وفرت ولا ما وفرتش يا جماعه؟ وفرت. يس نو يس. ده مش بس كده، ده المحل ده موجود في نطاق معين، ده الموقع الالكتروني موجود فين يا جماعه؟ في اي مكان في انترنت في العالم. طب مش بس كده، طب بدل ما اوضب المحل بتاعي وادفع النص 1,000,000 جنيه اللي قلنا عليها، ده انا هعمل ايه؟ هعمل ديزاين للويب سايت بتاعي، الديزاين ده هيكلفني يا سيدي 10,000 جنيه كمان. طب حلو. طب بدل ما انا اروح اشتري بضاعه، طب ده انا بقى في حلول سحريه النهارده، ده انا بقى ممكن اصلا اخد بضاعه بتاعت شركه من الشركات او مورد من الموردين، اعرضها عندي على الموقع بتاعي، وبعدين ايه اللي يحصل؟ اللي يتباع اوصله للناس وابقى انا كده دفعته، واللي ما يتباعش انا مش خسران اي حاجه، فانا مش خسران حتى ان انا يبقى عندي بضاعه. طب حلو. طب يا جماعه النهارده تعالى مثلا نتكلم على موقع زي امازون. عارفين يا جماعه امازون او جوميا او سوق دوت كوم او الحاجات المواقع المعروفه دي؟ المواقع دي يا جماعه لا تمتلك البضاعه اللي موجوده عندها. فعلا؟ اه. ما المواقع دي بتعمل ايه؟ مورد بيعرض البضاعه بتاعته. هل لو انا كنت مكمل لسه في الصيدليه بتاعتي كان زماني النهارده قدرت ان انا انجح؟ اتكلم معاك بصراحه؟ لا. عارف ليه؟ مفيش تميز في الموضوع خالص، ما نفس الدواء اللي موجود في الصيدليه دي هو اللي موجود في الصيدليه دي هو اللي موجود في الصيدليه دي. ايه الاختلاف يعني؟ انت هتشتري في النهايه من اقرب صيدليه ليك. مش بس كده، اسعار الدواء اصلا موحده، فحتى كمان انت مش هتعرف تميز في السعر. طب امال انت هتميز في ايه؟ ما انت شغلانه النهارده